السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك. في الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي جاية هنقدم مجموعة فيديوهات هتفيدك كصاحب محل أو كصاحب صالة بلاي ستيشن في مجالك في الشغل، وإزاي تنزل ألعاب وإزاي تشتري ألعاب وإزاي تحمل الألعاب، وهتبقى من الألف للياء. تابعوا الفيديوهات وان شاء الله تستفيدوا. لو حضرتك ما اشتركتش يا ريت تشترك في القناة، ويا ريت كمان تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك. ويلا نتابع ونشوف ايه هيكون معنا في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بيعرض لك محتويات دورة احتراف بلايستيشن 4 لاصحاب صالات البلايستيشن. قبل ما بدأ الفيديو، اذا كنت غير مشترك فاشترك الان في القناة، ولو عجبتك فكرة الفيديو دوس لايك للفيديو وشير. اول فيديو في الدورة هيكون طريقة عمل بريد الكتروني جيميل، والشرح هيكون عن طريق الموبايل. الفيديو التالي عن كيفية عمل حساب بلايستيشن وطريقة تفعيله عن طريق حساب الجيميل الذي قمنا بإنشاؤه مسبقا عن طريق الموبايل دون الدخول إلى البلايستيشن. أما الفيديو الثالث فهو عن طريقة شراء ألعاب بلايستيشن 4 أو بطاقات شحن بلايستيشن ستور والدفع عن طريق فوري داخل مصر أو بطرق أخرى سهلة خارج مصر. أما الفيديو الرابع فهو عن طريقة نسخ الألعاب والتخزينات من بلايستيشن 4 إلى بلايستيشن 4 آخر. أما الفيديو الخامس فيكون أنواع الأكاونتات وما هو البرايمري والسكندري وكيفية تحميل الألعاب أوفلاين وكيف أقوم بتقسيم الأكاونت الواحد على أربعة أجهزة. ويأتي في الفيديوهات التالية تطبيق الشرح على البلايستيشن. الفيديو الثالث الدخول إلى حساب البلايستيشن الجديد وشحن كروت الستور وشراء لعبة من البلايستيشن ستور وطريقة تنزيل وتفعيل الجهاز الأول. الفيديو السابع الدخول لحساب بلايستيشن من جهاز بلايستيشن رقم 2 وتفعيل الجهاز وكشف سر الأوفلاين. الفيديو الثامن والأخير إلغاء التفعيلات من موقع بلايستيشن وتسجيل الدخول إلى الجهاز 3 وتفعيله وشرح لماذا يسمى برايمري، تسجيل الدخول إلى الجهاز رقم 4 وشرح لماذا يسمى سكندري. تحياتنا ليكم من قناة أبو حديد. إذا أعجبك الفيديو بلا تردد اضغط لايك، وإن لم تكن مشترك فاشترك الآن في القناة وفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. إلى اللقاء.